انه اول شيء كيف سقط اسم عاصي من الاخوين، وكيف استبدلوا الاخوين بالرحابنه. وبالإعلام بشباط روج على أنه في شي عم يشكل لتخليد الأخوين. الأخوين شي ما له علاقة بالرحاب أبداً، فكيف هالخلط؟ شو المقصود منه؟ أنا ماشي معك، سقط سهوة، شو جاب الرحابني؟ واحد، اثنين، تاني مرة لما نعدلوه ضلوا ساقط سهوة؟ معناتها كان رح يضلوا ساقط سهوة، فليش هالقد استنفروا وما زال هن نيتهم طيبة؟ الممارسات حاصلة من ضمن مخطط كبير عنوانه إلغاء عاصي من الأخوين ومن ثم تجوز الأخوين بالرحاب. بالواقع ما في شيء اسمه رحابني، في فيروز والأخوين رحباني. بدك ترتاح؟ كيف بدي ارتاح وعسكر مصطفى باشا زاحف علينا بهالليل؟ على حساب صرنا صحبي مع الباب العالي. وشو هالصحبة اللي بتتغير؟ بين ساعة وساعة بتتغير، وكل والي عزوقه بده يتدخل، وبدك ترضيه وإلا بيزعل وبيزحف عراس جيوش وبده يحتلك بأرضك، يحتلك ويزلك. وبسألك، نجينا تنكتب اسمنا بحبر العتم وغرقت بلدنا بالعتم، شالك النقي بضلوا نقي؟ قولك يا عطر الليل، جن الغضب بالبال وجرح بياض الشال. من وين اجت عطر الليل؟ لوين راحت عطر الليل؟ يا ترى ايدي ارتكبوا خطية؟ يا ترى تمي حكي اللي ما بينحكى؟ ما عاد فينا علي، ما عاد فينا علي صوت ومحانة. حطنا على الحد بين الخيام والسكوت، وما لنا نختار اسمنا، يا ينمحى ما ينكتب، أو ينكتب بالعار.